مكان الكرة باش نشوفوها مخالفة للتسلل أو تلعبت وسط ميدان جول لزملاء فتحي. تفرق برشا أيها المخرج. لأنه الجمهور الجزائري فرحته غير عادية. فرحته غير عادية وألغي الهدف، نعم. ألغي الهدف قلت لك غير عادي فرحة الجمهور الجزائري. توتر لاعبي الأهلي. الحكم رفض الهدف لتسلل لتبقى في الواحد صفر للكناري يا حسن. 1-0. نعرف ما شاء الله جزيرة يعني يديها طايلة. ثقة في حكام العرب لكن مجرد للتعليق. جيبوا كلنا جيبوا الحكام الأوروبيين والعالميين. رجع من التسلل هو بيني وبينكم. كوكو جاوبي يلزم يكون ذكي. اتذكى يا كوكو خلي تسلك المباراة، خلي تخرج السلامات يا كوكو. مباراة في 10 دقائق ماهيش مباراة. الحكم يلزم يكون ذكي الآن ويخرج لك مباراتك لشط الأمان يا حياته. مخالفة التسلل إذا للفريق الجزائري. في الكرة اللي تحسبت اوف سايد، يعني الشوقي كان في الاوف سايد رجع خذاها ضربها سجلها. فرحة كبيرة للأهلي. للحكم المساعد هو اللي يلغي الهدف أو كوكو جاوبي. ما تحملونيش ما لا طاقة لي به لأنه مانيش في الملعب وبالتالي ما شفتش أمانة. لكن شكله المساعد. مساعد ما مشاش لوسط الميدان. الكرة ستلعب والنقاط لن تتغير يا شريف يا سيدي علي يحيى. 9 للشبيبة، 4 للأهلي، 3 للإسماعيلي، نقطة للهيرتلاند. إذا يلغى الهدف لوجود تسلل ضد شوقي. نرجع للمباراة. هدف شاف دقيقة 85، يعني مبدئيا يمكن 8 دقائق ماتش مازال. 5 دقائق للتسعين و3 دقائق وقت بدل ضايع. وانت امورك يا كوكو جاوبي، انت ومسؤوليتك. ترجع الكره، مخالفه للشبيبه. عوده الاهلي تزداد صعوبه وتعقيد ولكن حظوظه قائمه للسيمي فاينل. الشبيبه في 9 نقاط تستضيف الاسماعيلي وتنزل ضيفه على نيجيريا والاهلي في الكايرو لتقرر مصير ريادة المجموعة والذهاب للسيمي فاينل يا الشبيبة. المخالفة والوقت، استهلاك لحظات ثمينة لفريق الكناري. يمشي كور على القائم الثاني، عيد على شريف، تماس لفريق جيسكا. مباراة مثيرة مثيرة جدا. ما كانت في مستوى فني كبير مش ما نغلطوش الناس. يعرفوا الكرة كيفنا وخير منا، لكن الإثارة والحماس والاندفاع ما يعبر عنه بالانجاجمون موجود. والتسديدة ممتازة. أوت. عندك يا شريف آخر الكرات، آخر اللقطات لأغلى اللحظات. 1-0 الشبيبة. كرة أخرى طويلة. هل ممكن يخطى مرة ثانية؟ دفاع الكناري الصلب أم أنها انتهت؟ 7 دقائق الآن. طبعا الساعة ما وقفتش لكن ممكن نقدر الآن نلعبه رسميا في 87-88. مازال كرة، مازال وقت. خطيرة جدا، فرصة وخطأ. خطأ لدفاع النادي الجزائري. خطأ على شوقي. شوقي حقيقة مباغت جدا كورقة هجومية. سجل هدف أبيض ثم خلق فرصة. لعب وسط محمد شوقي اللاعب المنتدب من الفريق الأحمر من المصر البورسعيدي. فريق مسعد نور اللي كان نجم في السبعينات لم تخني الذاكرة. ترجع الكرة. كرة للشبيبة. 3 على 3. يتعدى 2، الثالث يخرجها له تماس.
هاو رمية جانبية لفريق الأهلي، هنا اصطدمت بقائد الحملة الجزائرية في الأتاك الأخير. السيد معوض عنده الكرة، دماس أوت، رمية الجانب، كرة للأهلي. الآن مبدئيا وصلنا للتسعين، كم ستضيف يا كوكو؟ شريف يوزع كرة خطيرة، ترجع بالراس وفي خطأ جديد، في فاول الدفاع الجزائري. على فكرة من غير عنصرية، يعني تعرفوني معزتي واعتزازي بالمام أفريكا، لكن صراحة ممكن نقول انه اين حكام العرب؟ افتقدنا بصراحة الحكام العرب. الباس، الله 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 الله، اعطيني الكرة، اعطيني الكرة عند الانطلاق برا، مشكل الان كبير. الجزائر تقول غير شرع، ومصر ستقول هدف سليم، وانا بيني وبينكم خرجوني من اللعب. تمشي كرة طويلة بالراس، دراسية الثانية، الانطلاقة في الوسط لمتوسط دفاع، لأول الدفاع، ترجع لقلب الدفاع، كورة بطلب الهجوم، ولكن انتهى وقت الهجوم. الأهلي يخسر أولى مبارياته في دوري المجموعات، يخسر لأول مرة في أرض الجزائر من أكثر من 20 سنة، والشبيبة تحقق الفوز الثالث على التوالي بذات ستايل، هدف ثم كاتيناتشيو يا جزائري. 1-0، امضى محمد خطير، هكذا كانت الكلمات، وهنا يصل السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.